السلام عليكم، مرحبا بالجميع. إذا الفيديو ديال اليوم غيكون شرح الإطار المرجعي بكالوريا مادة الرياضيات شعبة العلوم التجريبية. إذن سواء كنت مسلك الفيزياء أو لا مسلك علم الحياة والأرض، فهذا الفيديو غيكون موجه إليك بطبيعة الحال، اللي غيكون فيه شرح لمادة الرياضيات وشنو غيتحط في مادة الرياضيات بطبيعة الحال، وغنشوفوا في الأخير نموذج ديال الامتحان الوطني الرياضيات للسنة الماضية باش نشوفوا كيفاش كيكون الامتحان، يعني تاخد فكرة، ولهذا تكون قبل ما تمشي للامتحان تكون عارفة شنو كيتسناك يوم الامتحان. اذا غنبداو على بركة الله. اذا المجال الرئيسي الاول التحليل. اذا عندي جوج ديال المجالات رئيسيين في الرياضيات علوم التجريبية، عندي التحليل وعندي الهندسة. اذا غنبداو بالتحليل. المجال الفرعي الاول هو المتتاليات العددية. اذا غيكون عندي تمرين في المتتاليات العددية، من بعد راه غنشوفو التنقيط شنو اللي كيدي أكبر عدد ديال النقاط. إذا بالنسبة عفوا بالنسبة للمتتاليات العددية، فاش عندي استعمال المتتاليات الهندسية والمتتاليات الحسابية في دراسات أمثلة من المتتاليات على هذا الشكل كما كتلاحظوا هنا. استعمال نهايات المتتالية المرجعية ومصادق التقارب لتحديد نهاية متتالية عددية. تحديد نهاية مركب متتالية ودالة متصلة على هذا الشكل. دونك هذا كيكون سؤال في الأخير ديال التمرين. دراسة التقارب المتتالية يو ان من شكل يو ان زائد واحد يقال اف ديال يو ان، حيث اف دالة متصلة على مجال اي وتحقق ما يلي، ثم تحديد النهاية في الأخير استعمال المتتاليات في حل مسائل متنوعة في مجالات مختلفة. دونك هادشي اللي غيكون في المتتاليات العددية. بالنسبة لهاد التمرين ديال المتتاليات راه من أسهل التمارين اللي كتكون في الباك، نحاول نجيب هاد التمرين تقريبا عليه على مقدور 4 ديال النقط. فيما بعد راه غنشوفو، يعني غنشوفو هاد المثال ديال الامتحان الوطني للسنة الماضية، ونشوفو التنقيط ونشوفو التمارين كيفاش كتحط. إذا غنمشيو للمجال الفرعي الثاني اللي هو الاتصال والاشتقاق ودراسة الدول. إذا دراسة اتصال دالة عددية في نقطة باستعمال حساب النهايات، تحديد صورة قطعة أو مجال بدالة متصلة أو بدالة متصلة ورتيبة قطعا، تطبيق مبرهنة القيم الوسطية في دراسة بعض المعادلات والمتراجعات أو دراسة إشارات بعض التعابير، تطبيق مبرهنة القيم الوسطية في حالة دالة متصلة ورتيبة قطعا على المجال لإثبات وحدانية الحل، دراسة قابلية الاشتقاق، تحديد دالة مشتقة لدالة عددية، تحديد الرتابة الدالة، تحديد إشارة دالة انطلاقا من جدول التغيرات يعني الموان بلس، وتحديد إشارة دالة انطلاقا من تمثيلها المبياني. هذا الشيء بطبيعة الحال راه غتكونوا سوف درتوه ومتداول. بالنسبة للامتحان ديال الرياضيات راه نفس الشيء غيتعاود، نفس الشيء غيتعاود. يكفي أنك تخدم ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ديال الامتحانات ديال السنوات الماضية وكن متأكد أنك غادي تجيب النقطة في الرياضيات. عندي الحل المبياني للمعادلة، عندي تحديد مشتقة ورتابة الدالة العكسية للدالة المتصلة، عندي حل مسائل تطبيقية حول القيم الدنيوية والقيم القصوية، توظيف الدالة المشتقة الأولى والدالة المشتقة الثانية في دراسة دالة عددية، عندي تحديد دول أصلية للدول الاعتيادية عفوا، ثم عندي استعمال صيغ الاشتقاق لتحديد الدول الأصلية لدالة مجال، كذلك التمكن من الحساب الجبري على اللوغاريتم، تمكن من حل معادلات المرجحات وانضمام اللوغاريتمية، معرفة وتطبيق اللوغاريتم العشاري، تمكن من نهاية اللوغاريتمية الأساسية وتطبيقها، تمكن من حل معادلات المرجحات وانضمام، تمكن من نهاية الدالة الأسية، دراسة الدول المركبة بين الدول الواردة بالمقرر وتمثيلها مبيانيا يعني الرتابة الفروع المماسات التقاعر نقاط الانعطاف. بالنسبة لهذا الإطار المرجعي أنا كنقرأ بسرعة يعني باش ما يكون لا فيديو طويل. انتوما اللي بغا هذا يتيليشارجيه من الموقع ديال الوزارة أو لا يتواصل معايا وغنصيفطو ليه على شكل PDF ويتوسع فيه بشكل اكبر، لانه مهم جدا الاطلاع على الاطر المرجعيه يعني باش تحصر المراجعه ديالك. ثم حل المعادله y بريم ايغال y بلس بي، حل المعادله يعني من الدرجه الثانيه. دونك هذا اللي عندي في المجال الفرعي الثاني. بالنسبه للمجال الفرعي الثالث عندي الحساب التكاملي، توظيف الداله الاصليه وتقنيه المكامل بالاجزاء في حساب تكامل داله، توظيف خاصيه التكامل، حساب مساحة حيز المستوى المحصور بين منحنيين، حساب حجم المجسم والبدور المنحنى الدالة حول محور الأفاصيل. دونك هادشي اللي عندي هنا. بالنسبة للمجال الرئيسي الثاني اللي هو الجبر والهندسة،
أولا عندي الجداء السلمي، تعبير والبرهنة على تعامد متجهتين باستعمال الجداء السلمي، تعبير متجها على التعامد وخاصيته، التعبير تحليليا على التعامد وخاصياته. ثم عندي تطبيقات الجداء السلمي في الفضاء، دونك هذا الشيء راه متداول كما قلنا، تحديد معادلة المستوى، تحديد تمثيل بارامتري مستقيم مار من نقطة وعمودي على المستوى، دراسة مجموعة النقاط بحيث تحديد معادلة ديكارتية لفلكة محددة بمركز الشعاع، التعرف على مجموعة نقاط كمية الفضاء التي تحقق ما يلي، توظيف مسافة نقطة على مستوى في حل مسائل الهندسة إلى غير ذلك. عندي كذلك الجداء المتجه، حساب مساحة مثلث باستعمال الجداء المتجهي، تحديد معادلة مستوى، توظيف مسافة نقطة على المستقيم، تطبيق الجداء المتجه إلى غير ذلك. وأخيرا عندي الأعداد، أو لا قبل الأخير عندي الأعداد العقادية. الأعداد العقادية يعني التمكن من الحساب الجبري على الأعداد العقادية، انطلاق من الكتابة الجبرية إلى الكتابة المثلثية للأعداد العقادية والعكس. دونك هذا الشيء متداول، نفس الأمور كتعاود كل سنة. ترجمة المفاهيم، تعبير عقادي عن الإزاحة والتحاكي والدوران. هنا عندي توظيف الأعداد العقادية في حل المسائل الهندسية الاستقامية والتعامد، حل معادلة أ زيد أو كاري بلس بي زيد بلس سي إيكال زيرو في المجموعة العقادية حيث إلى غير ذلك. ثم حل معادلات تؤول حلها إلى حل معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد. ثم أخيرا عندي واحد التمرين اللي كيتعاود ديما، اللي هو السحب ولا حساب الاحتمالات، استعمال نموذج التعددي، احتمال اتحاد ثم احتمال الحدث المضاد، حساب الاحتمال الشرطي، التعرف على استقلالية الحدثين، تحديد القانون إلى غير ذلك. دونك هذا الشيء اللي غيكون عندي في الامتحان، هادو هما المحاور اللي غيطرحوا في الامتحان. الآن غنمشيو إلى جداول التخصيص حسب المجالات. بالنسبة للتحليل، متتاليات العددية، الاتصال والاشتقاق ودراسة الدول، حساب تكاملي كيمثلو 55%، أعلى نسبة. عندي الجبر والهندسة، الجداء السلمي، تطبيق الجداء السلمي في الفضاء، الجداء المتجهي، الأعداد العقادية وحساب الاحتمالات. هنا عفوا الجداء المتجه 15، ثم الأعداد العقادية وحساب الاحتمالات 30%. دابا غنمشيو حسب المهارات، تطبيق مباشر للمعارف، تعريف، خاصية، مبرهنة، خوارزمية، صياغة، تقنية، عند 50%. استحضار وتطبيق معارف غير معلنة في السؤال 35، ثم معالجة وضعيات غير مألوفة 15%. دونك هادشي اللي هيكون عندي في هاد الإطار المرجعي. إذا هادشي اللي شفناه هنا غنمشيو غنشوفوه في الامتحان الوطني ديال السنة الماضية، كما كتلاحظوا 2000 لا في السنة قبل الماضية 2020، الدورة العادية، الرياضيات، شعبة العلوم التجريبية، عندي علوم الحياة الأرض والزراعية، وكذلك الفيزياء، معامل 7 نقط. بالنسبة للناس ديال العلوم التجريبية، ركزوا على الرياضيات، ركزوا على الرياضيات. أنا الرياضيات من بين المواد اللي كانت عزيزة عليا هي الرياضيات، وبفضلها خديت الباك ديالي في اس في تي، ولكن شحال هذه يعني مرت على ذلك اكثر من 6 أو 7 سنوات. لذلك فهنا انبازي على الرياضيات، اجيب نقطه في الرياضيات، ورا لان المعامل هو كيكون اكبر المعاملات في هذه المواد العلميه. اذا هنا استعمال الاله لكل انجاز التمرين اللي بغيتوا تبداو به، وهنا كيطلبوا منكم يعني تفادي الكتابه باللون الاحمر. اذا هنا كيكون عندكم 4 ديال التمارين مقسمين على هذا الشكل. التمرين الاول متتاليات العدديه على 4 نقاط، التمرين الثاني الاعداد العقاديه 5، نهايه الاشتقاق وحساب التكامل 4، ثم دراسه الداله العدديه عليها 7 ديال النقاط. اذا حصه الاسد كاينه عند 7 ديال النقاط عند دراسه الداله العدديه. لذلك اول شيء انصيكم به هو تبداو بهذا الشيء اللي سهل، بدأوا بالمتتالية ما فيها والو دغيا، من بار ربع ساعة تجاوب على التمرين. الأعداد العقادية، نهاية الاشتقاق دغيا، غتبقى لكم المتتالية هي اللي فيها شوية ديال الحساب، هتخليها هي الآخر. يعني إلا جبتي غير هادو، عندي 4 4 8 13، غيبقى لك هنا غتجيب فيه 4 ولا 5 ديال النقط، وانت تجيب نقطة ديالك 17 18 غتجيبها بكل سهولة. إذن 4 ديال التمارين كيكونوا على هذا الشكل. دونك هذه هي المتتالية اللي على عفوا اللي عليها 4 ديال النقاط، كتكون على هذا الشكل. عندي التمرين الثاني 5 ديال النقاط عدد العقادية، ثم عندي التمرين الثالث كيكون على هذا الشكل 4 النقاط، ثم دراسة الدوال
اللي كيكون تمرين طويل شويه ولكن عليه 7 ديال النقاط. دونك هادشي اللي كاين هكا كيكون الامتحان. بالنسبه لهذا الامتحان على ما اظن راه عندي التصحيح هنا، دونك اذا كاين تصحيح هنا، دونك اللي بغى التصحيح يتواصل معايا وغنصيفطو ليه ان شاء الله هاد PDF كامل. اذا هادشي اللي غيكون عندي في الرياضيات. اذا ركزوا مزيان على الرياضيات، خدموا امتحانات سابقه 3 4 علاش ما قضيتو او اكثر، يعني اعطيو الوقت الرياضيات راه بيها ان شاء الله، ولا هي المفتاح باش تاخدوا البكالوريا ديالكم ان شاء الله. اذا موعدنا فيديو مقبل ان شاء الله، واتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.